ما كناش فتحنا انذاك واحد الفضاء اللي هو يعني متحرر اكثر وحامل اكثر للنبره ديال الحريه مما نحياه اليوم، خاصه عندما نلاحظ مثلا المساله الاخيره المرتبطه بالتعامل مع قضيه اللي هي من ناحيه مبدئيه تناقش ديال البرلمان والسريه الاشغال ديال البرلمان، لكن ان 4 ديال الصحفيين يكونوا اليوم موضع احكام اللي فيهم غرامه اللي فيهم عقوبه حبسيه سي اون فري بروبليماتيك. يعني صعيب لانهم في نهايه المطاف هادو ناس ممشوش سرقوا، ils ont une info entre les mains et l'ont publié. Sans quoi, وهذا دورهم. وبالتالي حقيقة هذه مناسبة باش نقولوا بأنه هنا فين كاين الدور ديال الهيئات المسؤولة وديال ربما أول قضية اللي كان من الضروري أننا نفعلوا فيها المجلس الوطني للصحافة هي هذه، باسكو لا يا اون كيستيون سامبلومون ايتيك ديونتولوجيك اجيري، وكان بالامكان ان تناقش الامور على هذا المستوى. واتمنى ان المجلس الوطني للصحافه بصيغته الحاليه انه ربما يقارب هذا الموضوع ويشوف شنو يمكن يدار باش نتجاوزوا هذه المساله، لان حقيقه لا يبقى مشكل مطروح اللي بالنسبه للاخوان الاربعه اللي شخصيا اعتقد بانه لا يجوز ابدا انهم يتعرضوا لهذه العقوبه الحبسيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.